وجه القمر هيخلي بشرتك زي القمر، هتفتح بشرتك وهتخلي الكل يحسدك على جمال وبياض بشرتك، هتشلك البواع والسواد والجلد الميت، وهتخلي بشرتك بيضة زي القشطة وبتنور. وصفة الإنقاذ السريع مفعولها مفعول السحر، جربتها يا بنات بعد المصيف، بيضت بشرتي في يوم واحد، بتفتح بدرجة عالية جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة جايبالك يا برنسيسة وصفة من اقوى الوصفات اللي هتشوفيها في حياتك، ومن اسرع الطرق لتفتيح لون البشرة وازالة الجلد الميت والتصبغات الجلدية، بتبيض البشرة وبتشيل السواد مهما كان عنيد. قبل ما ابدأ وصفتي، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك الفيديو فضلا وليس امرا. معلومه مهمه قوي يا بنات، انا الوصفه دي عملتها لبشرتي، كانت بشرتي مسوده جدا وكان فيها كميه جلد ميت رهيبه. كنت جايه من المصيف وكانت بشرتي غامقه جدا. عايزه اقول لكم الوصفه دي الوحيده اللي فتحت بشرتي من اول يوم. اول حاجه هنحتاجها في الوصفه بتاعتي وهو صفار البيض، وده من الحاجات الفعاله لتبييض البشرة وإزالة السواد وكمان ترطيب البشرة، لأنه هو بروتين قوي، وكمان الصفار بيكون فيه دهون فبيبدأ إن هو يرطب كمان البشرة وبيشيل الجلد الميت والخشونة. هتبدأي تجيبي صفار بيضة واحدة، بتقسمي البيضة بتاعتك وبتاخدي الصفار بتاعها، تمام. تاني حاجة هنحتاجها هو الاسبرين، الاسبرين الاخضر او الريفو، من الحاجات الفعالة جدا جدا للتبييض وكمان لشد التجاعيد وازالة الحبوب او اثار الحبوب. هتبدأي تجيبي حبتين من هتبدأي تاخدي الاسبرين بتاعك او الريفو، وهناخد حبتين فقط من الاسبرين. وهنا بقى لو انت ما عندكيش او مش متوفر عندك الريفو او الاسبرين، تقدري ان انت تستخدمي بداله البراستمول او اي نوع مسكن متوفر عندك، ده البديل للاسبرين. هتبدأي تاخدي الاسبرين بتاعك وتطحنيه طحن جيد جدا وتفرميه جامد لحد ما يبقى بودر. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي بالشكل دوت، طحنا حبيتين الاسبرين وهنبدأ ان احنا نحطهم على صفار البيضة، وهنبدأ نقلب الاسبرين بتاعنا او الريفو كويس جدا على صفار بيضة واحدة. اهم حاجة ان انت تطحنيها كويس جدا، تطحني الاسبرين كويس جدا عشان يبقى بودر ومختلط تماما مع صفار البيضة بتاعتك. بعد كده حبيبة قلبي هتبدأي ان انتي تاخدي معلقة واحدة بس من الدقيق او الطحين، وممكن تستبدليه بالنشا او الكورن فلاور، وهتبدأي انك تقلبي كويس قوي. الوصفة دي بمجرد ما هتدهنيها على وشك هتلاقي وشك اتبدل اتغير، بقى ما فيهوش اي سواد، ده من اول مرة، بتدي نتائج من اول مرة. هتبدأي تقلبي النشا او الدقيق او الطحين، ممكن النشا زي ما قلت على الاسبرين وصفار البيضة كويس جدا، بحيث ان النشا ما يكونش فيه اي تكتلات نهائيا، يكون ما فيهوش اي تكتلات. هنبدأ نقلب كويس قوي بالشكل ده لحد ما نحس ان المكونات بتاعتك تجانست، بصوا ويبقى بالشكل ده كده. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي هنبدأ بقى نحط المكون ده، والمكون ده هيشلك السواد والبقع الداكنة او البقع اللي بتكون عنيدة شوية، تمام. هتبدأي تاخدي الخل الابيض، وممكن تستبدليه بخل التفاح. هتجيبي الخل بتاعك وهتبدأي تحطي مع نص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة من الخل، وهتبدأي تقلبي الخل بتاعك على المكونات بتاعتك كويس جدا. هتحطي حاجة بسيطة كده يعني من الخل، ما تكتريش. وهنبدأ برضو نقلب الكريم بتاعنا كويس قوي بالشكل ده. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده، هنبدأ ان احنا نجيب معايا هنا بالشكل ده كده، هتجيبي معلقة، هتاخدي معلقة، ادي واحد اتنين تلاتة.
3 معالق من الحليب السائل، وهنا ممكن تستبدلي الحليب السائل بالحليب البودر. وهنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي، هنقلب الكريم بتاعنا كويس جدا جدا بالشكل ده، بحيث ان هما بصوا يتجانسوا مع بعض تماما. بعد ما قلبناهم بالشكل ده حبايب قلبي، هتبدأي حبيبة قلبي بعد ما تقلبيهم هتجيبي كيس نسكافيه، تمام، او القهوة سريعة الذوبان. طبعا هنا احنا مش هنستخدم القهوة العادية، احنا عايزين قهوة سريعة الذوبان. طبعا احنا مش هناخد كتير، احنا هناخد مقدار بالظبط. هقولك خدنا قد ايه، خدنا معلقة صغيرة فقط من القهوة سريعة الذوبان او النسكافيه، وهنبدأ ان احنا نقلب مكوناتنا كويس جدا. انا مش عايزاكي تستخدمي القهوة العادية، وهتبدأي تقلبي كويس قوي بالشكل ده لحد ما تحسي ان حبيبات القهوة بدأت تدوب مع الكريم وبدأ يديكي القوام اللي انت شايفاه معايا ده. بعد كده هتبدأي تحطي كمان عليهم معلقة من بودرة التلج او بودرة الاطفال، ولو مش متوفرة عندك هتزودي معلقة نشا لو مش متوفر عندك بودرة التلج او بودرة الاطفال. وهنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي بحيث ان القوام معايا يبدأ ان هو يكون كريمي وما يكونش فيه اي تكتلات نهائيا. وهنبدأ نقلب كويس قوي بالشكل ده. وعلى فكرة الوصفة دي تنفع للرقبة وتنفع للإيدين وتنفع لأي حتة فيها سواد، يعني مش شرط يكون الوجه بس، أهم حاجة ان احنا نقلب. بصوا عشان المكونات بتاعتي تتجانس مع بعضها كويس جدا. بعد حبايب قلبي ما قلبناهم بالشكل ده هتبدأي تجيبي الزيت السحري ده، ده هيديكي ترطيب، هيديكي نعومة، وكمان هيشلك البقع الداكنة. هتبدأي تجيبي زيت اللوز الحلو، تمام، زيت اللوز الحلو، وهتبدأي تحطي من زيت اللوز الحلو يعني حوالي نص معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو، وهتبدأي تقلبي برضو مكوناتك كويس جدا جدا. كده الكريم بتاعنا الرهيب بقى جاهز. هتبدأي بقى تجيبي الفرشة بتاعت الميك اب، وهتبدأي ان انتي تدهني الماسك ده كويس قوي على الوجه وعلى الرقبة وتحت العينين، بيدهن عادي جدا، وحول العينين ما فيهوش اي ضرر خالص ولا اثار جانبية. بس اهم حاجة عشان الوصفة فيها خل، فلو انت بشرتك ملتهبة لازم تعالجي الحبوب او الالتهاب قبل ما تحطيها، ولو بشرتك حساسة هتعملي الوصفة بس مش هتحطي خل، هتستغني عن الخل ده لأصحاب البشرة الحساسة. عشان وهتفتحك على فكرة جدا، يعني لو انتي بشرتك حساسة بلاش الخل افضل طبعا، علشان البشرة الحساسة الخل بيكون غلط يعني عليها. هتستخدمي الوصفة ديت، ركزي بقى معايا، عايزه تفتيح دائم يبقى تستخدميها من 3 ل 4 ايام ورا بعض، كل يوم هتعمليها وتدهنيها طبعا. وعايزه تفتيح من غير اي اثار جانبيه، اهم حاجه تدهني الوصفه ديت بعد غروب الشمس يعني ليلا او بعد المغرب، وما تخرجيش بقى بعديها عشان البشره بيكون مسامحه بتبقى متقبله اتربه، بتكون لسه بنبدا ان احنا نهيئها ونفتحها. فافضل حاجه سواء للشعر او سواء للجسم ان احنا او سواء للشعر او سواء للوجه ان احنا ندهن اي ماسك للتفتيح يبقى ليلا بعيد عن الشمس وبعيد عن الهواء المضر او الافعال الجويه اللي هي بتضر، يعني الاتربه الحاجات اللي زي كده. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير والسلام عليكم.